السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر. عسلامة. اليوم عندنا مقابلة خاصة مع زوز مراهقات أو زوز بنات من تونس. الأولى تعرفوها هي عائشة ومعها مريم. نحاولوا أول شيء نتعرفوا على عائشة ومريم قبل ما نبدأوا الحديث. أهلا وسهلا عائشة. عسلامة كريم. باهي قدم روحك تقديم معناتها ملخص كما المرة الأخرى باش نتقل من بعد لمريم باش تعرف روحها. باهي أنا عايشة تونسية ونسكن في تونس وعمري 17 سنة. أهلا وسهلا. أهلا مريم. عسلامة. أي قدمنا روحك. أنا مريم من تونس عمري 18 سنة نسكن في تونس. أهلا وسهلا. المهم أنتم اليوم اخترتوا الموضوع اللي باش نحكيه فيه حول البنت والتربية سواء في العائلة أو في المجتمع. شكون يحب يبدأ الأول باش يعطي فكرة حول هذا الموضوع وشنو المشاكل اللي تعرض لهم البنت في التربية وفي المجتمع يعني بصفة خاصة؟ خاطر حسب ما حكيت معناتها معاكم قبل ما نبدأ هذا التسجيل قلت اللي فما هناك تفريق كبير من بين التربية للطفل والتربية للبنت. فهمت؟ أنا نقول بنت باش ما نقولش طفلة خاطر احنا في تونس نقولوا طفلة باش الشرقيين يفهموا اللي هي بنت ماهيش طفلة. شكون يبدأ؟ عايشة تبدأ أنت. هل تلاحظ، هل لاحظت عايشة خلال التربية متاعك، أنت عندك إخوة أولاد عايشة؟ عندي أخوي. هل لاحظت أن هناك فرق في التربية من بينك ومن بين إخواتك الأولاد؟ اي ملي ماني ملي انت صغير يبداو فما فرق، ماني تحس بالفرق. عطيت نجم تعطينا امثله نتاع الفرق ولا ما عندكش؟ باغ اكزومبل في امور الخروج مثلا، معناتها ما يخليوكمش تخرجوا، ماني حتى كان يخليوك تخرج هو عنده الحريه باش يروح مخر وانت ما عندكش الحريه باش تروح مخر، ولا في صحابك ينجموا انت تكون معناها هو عادي يكون عنده صحاب وبنت وليد وانتي مش عادي كان يبدا عندك صاحبك معناها من جنس الذكور ولا يجي بحذاك للدار ولا فزاكيك. اذا حتى كان صحاب عادي معناها. يعني تشوف اللي مثلا في مساله الخروج او التنقل البنيه محتاجه اكثر الى اذن في الخروج واين مشات وفين جات وغيرها من التفاصيل، ومن ناحيه الاصدقاء يعني الطفلة لازم يكون عندها أصدقاء بنات فقط ما يكونش عندها أولاد، كان عندها صديق ولد تعتبر مشكل. Exactly. بالفعل. وبالنسبة ليك مريم؟ بون بالنسبة لي أنا فيكولي عشت مع أولي ثلاث خالاتي وأكبر مني بجونغ عامين وثلاثة سنين وخمس سنين، معناها كيما كل عبد ديما مع بعضنا كل شيء مع بعضنا. ديما الطفل هو اللي ميسالش يمشي يجري وينقز ويلعب هذوكم، أما الطفلة لي خاطر بيان سور عندها فيرجينيتي، دونك إذا باش أنا هذه أمي ديما تقول هي لي ما تجريش بالقوية ما تنقزش، رو عندك بون هي كلمة تقول فيها لا علينا فيه، رو عندك هذيك رد بالك على روحك، رو ما كش كما طفل. سمحني شنية هذيك؟ ما فهمت شنية هذيك عندك هذيك. لي معناها خاطر انا بنية عندي فيرجينيتي، دونك هي مشي في بالها اني وقت ما ننقز ولا هو هي يضربني بحكية معناها راني فما امكانية اني انا باش نغسل فيرجينيتي، معناها حتى في اللعب اكل من الصغر راهو هذا نحكي لك راهو مش توا راهو من عمري 6 سنين و 7 سنين، معناها واحد يتربى معقد اللي انك انت ديما كيما البلار يلزمك ديما قاعد بعيد على العنف وعلى يضرب وكل شيء. يعني الطفل لازم تخاف على العذرية متاعها، لازمهاش تجري من عمرها 5 سنين وستة سنين هذا. يعني من عمرها 5 سنين وامك خايفة عليك على العذرية متاعك؟ اي لا لا. عندك شي امثلة اخرى تنجم تعطيهم لنا في الفرق من بين التربية متاع الوليد والبنية في الاسرة؟ في الماكله بون هو اكزامبل بون موجود عند في العائلات الكل الها الماكله ديما الماكله الاحسن والابن ولا اللحم اللحمه الاكبر ديما الخوك الطفل ديما البوك ديما
فما برشا برشا حاجات، حتى في الأصحاب مثلا يمشي عادي طفل البيت عند أصحابه يخرج، أما الطفلة لا يلزمها عندها تخرج كان للقرية ولا للعطار، هذيك هيش معناها الطفلة تخرج، أما باش تخرج تحوس لا، هذي عيب وحرام ما يجيش منه جملة. أنت تشوف اللي سبب هذه المعاملة هل تعود للعادات والتقاليد اللي موجودة في البلاد متاعنا وإلا تعود للدين بحد ذاته؟ لا ماهوش للدين، ماهوش للدين، العادات والتقاليد، خاطر هما وقت ما يقولوا لك ما تعملش الحاجه ذيك ما يقولكش على خاطر حرام، يقول لك خاطر عيب، خاطر شنو باش تقول علينا العباد، هذيك هما يخافوا من العباد اكثر من يخافوا من دينهم ومن ربهم اللي عبدوا فيه، معناها هذيك هي هما يعملوا حاجه حرام مثال شما ما في السر، اما كي يعملوا حاجه وتشوف العباد لا يخافوا من العباد ومن كلام العباد وشني باش تقول عليا ذيك وشني باش يقولوا علينا ذيك. لكن هنا التقاليد هذه اللي موجودة يعني تقاليد يعني مستمدة من الدين. اي هو صحيح مستمدة من الدين، اما في الدين سامحني ما قالكش انها الطفلة ما تخرجش بعد الخمسة متاع العشية ولا الستة متاع العشية. الإسلام قال إن الطفلة ما عندهاش الحق تخرج بالكل، وإنها المرأة لا تخرج إلا مرتين، من بيت زوجها، من بيت أبوها إلى بيت زوجها، ومن بيت زوجها إلى القبر. واو هذا الدين شو يقول؟ فهمت؟ يعني المرأة لا تخرج، فهمت؟ يعني الإسلام واضح في هذه المسألة، أول حاجة لا تخرج بدون ولي، ثانيا فهمت؟ لا تخرج لوحدها، يعني أنت تسمى حرة، يعني كي تخرج تمشي للمكتب فماشي يقول لك علموا بناتكم المغزل، لا تعلموهم ركوب الخيل على خاطر يخافوا على العذرية متاعهم، كما مثلا ركوب البسكليت ولا ركوب الدراجة ولا السيارة ممنوع في السعودية، علاش؟ على خاطر اعتماد على حديث يمنع النساء من ركوب الخيل. صحيح. إذا هنا هذه التقاليد مستمدة من الدين. شنو رأيك أنت يا عايشة؟ عايشة معنا؟ وي اي منكم بيك ترقد انت وطن ها وخاطر ماهيش مسلسة بالاسم عرفت كلمة كابتيتيش لحي. لا لا عايشة توا مرة أخرى عملنا مقابلة ونقول لك عايشة وبقيت نعيط لك عايشة جمعة كاملة وأنا نعيط لك عايشة حتى ماش عيط لي عايشة. شنو رأيك في ارتباط التقاليد اللي موجودة اللي قالت عليها مريم إنها تقاليد هي في الأصل مستمدة من الدين الإسلامي؟ اي انا نوافق مريم في النقطه ديك، هي صحيح مستمده من الدين، اما ديما العباد تفكر ك ربي نجم يسامحك، اما العباد تقعد تغزلك بنفس النظره ديك طول ما انت عايش، هذيك عليهم يخافوا من العباد اكثر من اللي يخافوا من ربي. لكن سامحني هذا الدين يقول لك ان عصيتم فاستتروا، فهمت؟ اي مو مشكله في الدين، اي يعني هذا الاسلام اصلا يقول، يقول لك افعل ما تريد ولكن بالستره، فهمت؟ ربي نجم يغفر لك، ان الله يغفر الذنوب جميعا الا الشرك به، ما دامك انت ماكش مشرك اعمل اللي تحب، وكان ما شافكش حد ربي يغفر لك، فهمت؟ المهم تفضح قمت النفاق معنا الاسلام يقوم على النفاق. اي هذيك عليه هما يخافوا من العباد، خاطر العباد تشوف، واذا تشوف ما تقعدش تقول اليوم كها وتقعد الحكايه لين يموت الانسان هذيك وهي الحكايه في مخه. اي الحكايه في مخ هذا يعود لل ما يسمى للقواعد الدينيه، يعني توا انسان فهمت عندما مثلا هو توا الاسلام وتحط مثلا الزنا 4 شهود، فهمت؟ يعني 4 شهود تعرف معناها 4 شهود، يعني كان شافوك 4 شهود خلاص يطبق عليك الحد، كان ما شافوكش 4 شهود ما يطبقش عليك الحد، فهمت؟ يعني الاسلام ما عندوش مشكله في الجريمه، حتى سئل محمد قالوا له هل المسلم يزني؟ هل المسلم يسرق؟ هل المسلم يقتل؟ قال لهم نعم المسلم، لكن لا يشرك بالله، فهمت؟ يعني هما يخافوا من المجتمع، ولكن هذا داخل في النظام الاجتماعي نتاع الإسلام اللي يقوم على إن ما لازمكش تفضح، فهمت؟ كان تفضح على فكرة، ولا فكر الشهيدة كريم زادة ما نسيوش اللي فاستش معطى الشهيدة متاع المرأة هي نصف شهادة الرجل، معناه ما عندهاش نصف شهادة رجل ولا يجوز لها أن تشهد في بعض الأمور، فهمت؟ المرأة ليس معروفة في الإسلام، يعني اللي تحكي عليه مريم على أساس أنها المرأة
تعامل خلاف الرجل، هذا معناته موجود في الإسلام، موش معناته صحيح أصبح تقليد موجود، تقليد في المجتمع، فهمت؟ ولكن هو المصدر نتاعه هو الإسلام. يعني احنا مثلا وقت تخلى الإسلام لشمال إفريقيا، المرأة كانت تركب الخيل وكانت ملكة في شمال إفريقيا، كانت تحكم نساء في شمال إفريقيا. يعني المسلمين وقت حاربوا امرأة الداهية حربوها، يعني ملكة من الملوك اللي معناتها مش موجود معناتها عند العرب، انها ملكة تحكمهم، يعني حاربت المسلمين ملكة. يعني تشوف الحرية اللي موجودة للمرأة عند الشمال الإفريقي تختلف كليا على الحرية للمرأة في الجزيرة العربية. يعني منذ دخول الإسلام المرأة أصبحت أقل شأنا، هما كانوا يدفنوا حسب ما يقولوا يدفنوا بناتهم، المرأة كانت في شمال أفريقيا ملكة تحكم وتحارب وقائدة جيش وتقود جيوش. نرجع الموضوع متاعنا. مريم، نعم، أنت ما عندكش أخوات ولاد؟ لا لا، ما عنديش أخوات جملة. ما عندكش أخوات جملة، لا ولاد لا بنات؟ أي. معناتها ما تنجمش تحكي معناتها بالتفاصيل من الفرق، لكن عشت كما قلت مع ولاد خالتك ولا ولاد عمتك، عشت معاهم؟ نعم اي عشت معاهم. عشت معاهم وشفت ان هناك فرق. انت توا مثلا عمرك 18 سنه، هل تحس روحك كيما وليد اخر، كيما معناتها انسان اخر وليد في المجتمع التونسي؟ لا لا لا، خارج العائله، خارج العائله. يعني أنت مثلاً كمريم وقت تخرج الشارع تتعرفش لبعض المضايقات، بعض ال... أكيد أكيد أكيد. أعطيني فكرة على مسألة التحرش اللي موجود في تونس. بمسألة التحرش هذه موجودة كل يوم وكل لحظة وكل دقيقة وفي أي بلاصة موجودة، مهما ما كانت الطفلة، مشكلة ماهيش من الطفلة جملة، مهما كانت حتى متحجبة لابسة بالعارية مش لابسة، أكيد باش تتعرض للتحرش، حتى نسف الكبار معناها هذه بعينية امرأة كبيرة زادة تتعرض للتحرش. هذه المشكلة من الأولاد، مشكلة منهم هما، من الكبت اللي عايشينه. ولكن سامحني يا مريم، معناتها تقول لي من الكبت اللي عايشينه، لكن الكبت نعرفه احنا، الكبت اللي هو يحتاج امراه وراجل، يعني بلكش نتوما احنا نصوروا في السلسله هي نفسها، خاطر احنا ريتش كيفاه، خاطر احنا المراه اللي هي صغيره اقعد في الدار ما تخرجش ما تعملش صحاب ولاد، دونك الاولاد ماهمش باش يخالطوا البنات، ماهمش باش عرفش كيف نفسرها، اما باش يبدا عندهم نقص انه كي يشوفوا طفله في الشارع يحسوها حاجه غاغ وقت ما تصير، دونك يستغلوا الفرصه هذيك باش يبدا يتحرش. تو اذا جات البنات تخرج وعادي، تو الاولاد عادي، اما الاولاد بما انهم البنات ما يشوفوهمش ديما، دونك عادي باش يتحرش. اي لكن سامحني انا حبيت نقول لك، يعني ما تشوفش اللي انا مثلا توا نحكي مع بعض الاولاد وكان باش يكون معانا ولد في المقابله هذه مع الاسف ما جاش، يعني الاولاد وقت نحكي معاهم يقولوا لي انسى في تونس صعب ياسر. اش معناها صعب؟ يعني معناتها ما عنده حتى فرصه باش يعمل علاقه مع طفله، يعني مثلا قال مثلا يحكيوا لي مثلا يقولوا لي مثلا ان البنات مثلا مش يحول امريقهم، انتم تشيحوا ريق الرجال. ليه مش لا تتشرطوا ياسر، نكونوا صريحين، تتشرطوا تمرجوا له الكبده نتاعو. سامحني انت تتحكي جون عرس معناها وصلنا لجون عرس تتشرط على العرس، مانيش العرس هذاك مصيبه زرقاء. خلينا في العلاقات العاديه، فهمت؟ العلاقات كيما واحد يحكي معايا عنده ايامات قال لي صحاب الطفله نحكي معاها قالت لي انت ظاهر فيك تحب ترقد معايا، قال انا نحب نمسح عليك. ولا هذا والله حبت لي عايشين والله، نحب 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 نبوسك من خدك ولا شنو؟ يعني نقولوا صار المشكله العبيد مازلت عندهم عقده من الحكايه. سامحني خلينا يعني احنا ديما نقولوا الراجل 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 مكبوت، يا سيدي المكبوت
نحيولو الكبت نتاعو تسهلوا شويه. ما خاطر نقول لك عليه البنات في تونس ماهمش متسالين، خاطر يعرفوا لي الانسان هذاك يحب يوصل لحكايه ومن بعد باش يمشي يحكي بيك. المشكله في العقليه مش في الحاجه اللي باش تسيه انت شيمك فيه، خليه يحكي. شنو مقلقك انت؟ شنو باش يحكي هو؟ شنو باش يحكي؟ ليه الحكايه ماهوش انه يحكي بركه، انه ما يحكي معاك كان جوست على الحكايه هذيك، خاطر هو مكبوت دونك يشوف فيك انت جونغك شويه تحرى شويه، عندك شويه اسبري دونك اكاها نستغلها نمشي انا وياها للدار وكاها بسلامه. هذيك هي شنو يخمو البنات اللي تحسها شويه متحرى. سامحني مريم، خلينا نكونوا صريحين. يعني الانسان عمره 17 سنه 16 سنه 18 سنه، فهمت؟ الانسان بصفه عامه ماهوش حاجته بحاجه اخرى. قبل ما نحكيوا على الحب وقبل ما نحكيوا على العلاقات الحميميه وغيرها، لازم الانسان يكون شابع جنسيا. مثلا نشوف في اوروبا تلقى الطفله والوليد ملي 12 سنه هما يمارسوا في الجنس. يعني لازم فما اشباع جنسي قبل ما نتكلموا على الحب. اي اذا هو من الاول يجيك من الاخر كما نقول، ويجيك من الاول اللي هو عنده مونك، واذا بالصدفه تطلع حتى عندك مونك وتمشيوا معناها تعملوا مع بعضكم من الاول متفاهمين على الحكايه هذيك، وبعد بسلامه بسلامه كيكا ما يسالش. اما مش يجيك بريق نحبك باش نعرس بيك. بون انا راني ضد العرس، ما نحكيك على العباد باش نعرس بيك وانت ما درشنيه ودرشنيه، وفي الاخر جوست باش يمشيوا للدار بعد يطيشها راه يا ولدي. عن النفاق انا هو اسمعني، النفاق على خاطر الطفله في تونس كي يقول لها نحب نرقد معاها تبعثوا شيء، فهمت؟ كان يقول لها العرس يمكن يوصل البوسه. اي على خاطر هما ملي احنا صغار، سامحني ملي احنا صغار يعلموا فينا ما تقعدش انت وطفل وحدكم في بلاصه مسكره، راهو حرام راهو حرام، راهو ربي يهزك من شوافرك، راهو ربي يحطك في النار. سمع فمك الفازه نتاع نسيت اسمها اللي يعملوا للطفله الوحده حجين يا ابو التصفيح. اي هذيك الكل سامحني، معناها الطفله وقت ما توصل اللاج نتاع 20 ولا ما عرفش قد ايه، دونك هي سي بون مخها انها ما تعمل الحكايه هذيك الا بصدق. اي باش علينا في التربيه توا، انت يا مريم ويا عائشه انتوما معناتها متفتحين، تخلصتوا من التقاليد، عرفتوا الاخطاء، عرفتوا كل شيء. عطيوني انتم تجربتكم الجنسيه. انت عمرك 18 سنه اللي هي ما عندها 16 سنه في الدول المتحضره ما زالت عذراء يهزوها للسبيطار يهزوها للطبيب نفسي، فهمت؟ انت عمرك 18 سنه وعايشه عمرها 17 سنه، فهمت؟ ونتصور معناتها ما عشتوش معناتها تجربه جنسيه مع رجل. لا انا عشت. انت عشت تجربه جنسيه، احكي لنا على التجربة نتاعك، اعطينا التجربة نتاعك وكيفاش، خلينا ناخذوا فكرة. ما فهمتش باش نحكي سامحني. احكي لي على التجربة نتاعك، كيفاش وقعت، كيفاش شنو، كيفاش تخرج معناتها بالخلاصة نتاعها، شنو هي؟ يعني عجبتك، نادمة، ماكش نادمة؟ انا فما طفل عندنا صحاب ما بين بعضنا، معناها احنا مرة قاعدين جاي هو تعرفنا قعدنا برشا نحكيو. بعد قعدنا برشا نقابلوا فازيت، بعد هو ماهوش من تونس، هو من بنزرت. بعد هو قال لي اجا بحذاه البنزرت، عنده غادي مشروع. مشيت بحذاه، صارت الحكايه هذيك، واكيد مانيش نادمه اصلا. سامحني ما تحكيليش صارت الحكايه هذيك، اي حكايه صارت، فهمت؟ انا حكايه. بون بي والله لا فهمتش باش نحكي سامحني والله. شفت كيفاش تدخلوا بعضكم؟ باهي سامحني نسالك سؤال، مرة أخرى حكينا فيه الموضوع مع عائشة، المشكلة العيب نتاع البنات سيغتو المراهقات اللي في عمركم، أنكم تعملوا علاقات مع أشخاص أكبر منكم، مش في عمركم. هذه من أكبر الأخطاء، على خاطر توا اللي عمرهم 17 سنة و 18 سنة، لا يلقى واحدة عمرها 20 سنة تمشي معاه، ولا يلقى واحد عمرها 17 سنه في عمره تمشي معاه. اذا هو شي يعمل مسكين ما يلقى كان الاستمناء، فهمت؟ والا الكبت الجنسي، على خاطر الطفله نتاع 18 سنه ونتاع 17 سنه تخرج مع واحد عمره 27 و28. ما تنجمش تقول لي الشخص اللي خرجت معاه قداش عمره؟ 25.
25 سنة، هل من المعقول طفلة وقديش كان عمرك؟ عمني ولا 17 سنة. هل من المعقول طفلة عمرها 17 سنة تخرج مع واحد عمره 25 سنة؟ اللي هو ال 25 سنة نجم يلقى أي طفلة يخرج معها، بينما اللي في عمرك أنت فهمت 17 سنة ما يلقاش الفرصة باش يخرج معها. هل تشوف هذا معقول؟ لا انا ما عنديش مشكله مع العمر، انا جست الانسان هذاك حسيته بالرسمي اللي هو اللي انا حبيته ولا حبيته، معناها هذاك اذا جاء في مخ واحد في عمري راني ما عندي حتى مشكله، راني عاودت حبيت اللي في عمري، ما عنديش مشكله مع اللي عمري. ديجا عملت علاقه اخرى مع واحد اصغر مني بعام، مش حتى مش في عمري. اذا هذاك اش حبيت نقول لك باهي، انت تقولي العمر ما عنده حتى اهميه، صحيح هو العمر ما عنده حتى اهميه، حتى في اوروبا العمر ما عنده حتى اهميه، اما بعد عمر معين. يعني مثلا امراه عمر كي تفوت مثلا 18 سنه ولا تفوت 20 سنه وتعمل علاقه مع واحد عمره 30 سنه ولا 40 سنه عادي، على خاطر البنت وصلت ما يسمى للوعي الفكري، فهمت؟ لكن طفل عمرها 16 سنه ولا 17 سنه ولا 18 سنة وتخرج مع واحد عمره 25 سنة ولا 30 سنة، سامحني ما عندهاش الوعي الفكري. تنجمش تقولي العلاقة، أنت تقولي حبيته، يعني الطريقة اللي خلات تمشي معاه هو الحب. هل هو وعدك بالزواج؟ لا لا ما وعدكش بالزواج، يعني من الأول كانت تعرف اللي علاقة جنسية فقط. ليه مش جنسية فقط؟ آه كيف؟ علاقة عاطفية ومعها الجنس. علاقة عاطفية، أما ما كانش وعد بالزواج أو شيء. ليه ليه ليه؟ يعني كنت تعرف اللي العلاقة باش تنتهي. أكيد. أوكي. حبيت هنا نرجع لعائشة. عائشة احكي لنا أنت شوية على التجارب نتاعك في المسألة دي، نزلت ما عملتش علاقة مع رجل. ليه ما عملتش علاقة كاملة؟ وحسب رأيك شنو تستنى؟ مش نستنى أني نلقى الإنسان اللي نجم نتفاهم أنا وياه. ولا فاست العمر ديما احنا البنات نشوفوا الانسان يكبر منا، خاطر ديما تتلوج على انسان ناضج، ما تنجمش تلقى انسان في عمرك وناضج. وانت تعرف البنايه تنضج في مخها اكبر، معناها في عمر اقل من طفل، دونك سي نورمال انا هي باش تلوج على عبد ما اكبر منها. نعرف هي راهي ما فما حتى مشكله، فهمت؟ ما فما حتى مشكله ان الانسان يكون معناتها يتعرف مع واحد، خاطر لو تشوف في علم النفس تعرف شنو يقولوا، يقولوا المراه قبل 30 سنه تبحث عن الحب، والرجل قبل 30 سنة يبحث عن الجنس، والمرأة بعد 30 سنة تولي تحب الجنس أكثر من الحب، والراجل بعد 30 سنة يولي يحب الحب والعشرة أكثر من الجنس. هذا معناتها الطبيعة البشرية. وكيف شو يصير التوافق؟ ما فماش توافق. هذاك علاش مثلا تلقاها الراجل كبير ويتعرف على واحدة صغيرة، فهمت؟ موجودة هذه على خاطر المرأة كانت تحب، خاطر المرأة في الأول تحب الحب ما تحبش الجنس، طبيعة نتاعها هكاكا، المرأة طبيعة هكاكا، طبيعة نتاعها هكاكا، فهمت؟ يعني أنها في أول العمر نتاعها في عمرك أنها تحب على الحب أكثر من الجنس. هذاك علاش وقت قالت لي مريم يجيني ديريكت، كان يجيك ديريكت تحطها في بالك المرأة كان جهة ديريكت وتقول لها راني نحب نعمل معاك علاقة جنسية تقول له لا. متفقة معايا ولا؟ اي متفقه معك. هذيك حسب هي شنيه في مخها، حسب هي شنيه في مخها، شنو شنيه في مخها معناها حسب ما على شنيه تربيت. اسكو هي من الاول هي تربيت انها الحكايه هذيك عاديه؟ بالعكس مش حد مش عاديه، هذيك حاجه لك انت معناها تم بزوام، معناها ولا وحده تتربى الا هذيك حرام ما تصير الا بصديق. يا ودي شعلينا في الحرام والحلال، تو احنا خرجنا من نطاق الحلال والحرام. ليه سامحني خاطر انت باقي تحكي معناه بصفه عامه، والصفه العامه عنا هنا اللي هو كل الاسلام يعني وديننا. اي شيمنا في الدين، احنا تو ما بعادين على الدين، يعني تو احنا الدين والاسلام خليه على شيره، تو نحكي مع زوج بنات يعني تخلصوا من عقده الدين، صحيح ولا؟ يعني الدين ماهوش هو المانع نتاع انهم يعملوا علاقه. هنا لازمنا نفرقوا في حاجة معناتها مهمة جدا، هي ما يسمى بالحب والجنس، حاجتين يختلفوا، فهمت؟ يعني الإنسان ينجم يعمل الجنس من غير حب، لكن لازم يكون فما رغبة طبعا. أكيد.
كان ما فهمناش رغبة، خاطر الرغبة هي تابعة الجنس. والحب نجم نقول يعني الإنسان كي بدا يحب يسمح بالجنس يعني عادي، فهمت؟ هنا نحب شنو هو المشاكل اللي تتعرض لهم أنت مثلا توا كعايشة في مسألة أنك التوا يعني العمر متاعك وما لقيتش واحد ترغب فيه، ما رغبتش في حتى إنسان؟ قلت لك أنا ما نصورش روحي نجم نعمل أي علاقة جنسية مع إنسان ما نحبوش، إذا يمكن المشكلة اللي ذيك علينا توا ما حتى علاقة. اي معناتها حاسين مربوطين ببعضهم، ما نجمش فرق ما بيناتهم. نعرف المرأة ديما مشكلة نتاعها تربط العاطفة بالجنس، هذا شيء طبيعي، فهمت؟ في الطبيعة، طبيعة المرأة انها تربط العاطفة بالجنس، يعني ما تنجمش تعمل الجنس مع واحد ما ترتاحلوش، فهمت؟ هذا شيء طبيعي. اكزاكتوم، يا تحب ويا ترتاحلو واحد من اثنين. لكن اللي حبيت نقول لك انا يا عايشة، انت حتى لتوا ما لقيت حتى واحد تحبه؟ أكيد حبيت وحوش. كي عبرة. إي بيان سور صارت معناها كأنا. أما ما تسميش حب معناها، جوست علاقت بإنسان وما طلعش معناها، ما فماش توافق فكري ما بيناتكم، ما تخموش كيف كيف، ما تنجموش تتفاهموا. باهي نرجع للسؤال، السؤال معناتها باش نخرجوا من هذه الورطة بتاع الحب والجنس والرغبة. نسألك سؤال أنت يا عايشة ومن بعد مريم، هل أنت وقت يعجبك إنسان تمشي تعمل المبادرة وتقول له راك عجبتني، ولا تستنى حتى هو يقول لك؟ أنا الشخص كي يبدأ إنسان نعرفه متفتح في مخه وواعي نمشي أنا أقول له، كي نعرفه إنسان ما معناه بشي يحسب حكي أخرى ما نقولوش. وأنت يا مريم؟ أي أنا كيف محسب الإنسان وقت ما يبدأ واحد كبير في مخه ونهضج، ومش بشي يمشي يعاود للعباد هاي جات تحكي معايا هاو درشنية، كلنا نعرف العقلية لهنا. بطبيعة أنا ما عندي حتى مشكلة كان باش نمشي أنا نبادر. هل بادرت قبل؟ أي. وشنو كانت النتيجة؟ هي صارت مشاكل أما ما عندها حتى علاقة باللي أنا بادرت، بالعكس هذيك هو شافها اللي ثقة في النفس وقوة شخصية وحاجات بهين على الاخر. حتى اصحابي وقت ما نحكي لهم قالوا لي يا تحسك قوية ولا كيف. اي خاطر معناتها لازمش نفرق، واحنا خاطر عندنا في المجتمع بتاعنا علمونا ان المرأة تختار من بين اللي اختاروها، يعني هي تشوف شكون اختاروها، فهمت؟ شكون اللي اختارها، ومن بين اللي اختاروها مثلا 4 5 6 رغبوا فيها كلموها، هي تختار من بين اللي كلموها شكون هي اللي ترغب فيه. يعني الانسان الوليد وقت يجي يحكي مع الطفله في تونس ولا في اي دوله موجوده معناتها تحت العقليه ما يسمى العربيه الاسلاميه، انها الراجل كان تحلى واحده هي بيدها راغبه فيه تقول له اي، كان ما هي ماهيش راغبه فيه تقول له لا، يعني هي عندها الخيار من بين اللي اختاروها. بينما المرأة ما تختارش وحدها، ما تختارش، ما تعملش المبادرة، قليل تلقى مرأة تعمل المبادرة للرجل وتقول له عجبتني نحب نخرج معاك، نحب نتعرف عليه، نحب نشوفك، فهمت؟ يعني علاش انتوما توا كشابات يعني في العمر 17 18 سنة تكسروا هذه القاعدة نتاع انها الرجل هو اللي لازم يبادر، انتوما زاد لازمكم تبادروا. خاطر هو باش يحس حكاية بيزار. وش يهمك فيه؟ وش يهمك فيه؟ ما كنتي كسر القاعدة. ايه ما كنتي باش تجرح منها الحكاية امان، باش تجرح من الرفض، خاطر الناس كل تخاف انا تترفض. يا أستر تجرح من الرفض، ولكن هو ما يتجرحش من الرفض؟ علاش الرجل ما يتجرحش من الرفض؟ الرجل يقول لألف امرأة تعجبني عادي حكاية عادية كي باش ترفض. علاش هو هنا عقلية، هنا عقلية، يعني عقلية. انت عقلية، هذه عقلية، عقلية يعني هو كي ترفض ميسالش، وانت كي تترفض مش ميسالش، انت تتجرح وهو ما يتجرحش، هو عنده قلب وانت ما انت عندك قلب وهو ما عندوش قلب. ليه مش هكيك، انا مانيش كونتر اني انا نتجرح، اما قلت لك هو ما يتقلقش كي تجرح، خاطر هو حاط في مخه اللي هو حكي عادية، ما حاطها في مخه اللي هو نجم يجرح. اي وانت حطها في مخك اللي انت تنجم تجرح، شنو يفا كمان باش تحسها معني ويحسها عيشها. جرب جرب كيفاش واحد يقول لك لا ها وحطها في بالك. اسمعني نقول لك صراحه،
ما فهميش راجل يقرا ايوا عليك صحيح مريم ولا صحيح ما فهميش راجل يقول لك لا ما فهميش راجل يجرحك مهما كان اي عليه انا بدي ديما نسال السؤال هذا عليه فهميش راجل العقليه نتاع الراجل فهمت العقليه نتاع الراجل سامحني ونقولها بكل صراحه معناتها متطوره اكثر في هذا المجال من عقليه المراه على خاطر مش بسبب المرأة بسبب التربية انت تقول لي مثلا توا مريم قالت لي نخاف من المجتمع يا اخي المجتمع كان باش تقعد خايفة منه الفيلم باش تزر هو باش يرحمك المجتمع وقت تكبر انت هنا ترسخ فكرة الوالدين اللي ربوك عليها اللي ربوك عليها والديك نخافوا من المجتمع لازمكم ما عادش تخافوا من المجتمع يهمكش فيه المجتمع الخوف ماهوش من المجتمع انا بالنسبه لي انا الخوف من عائلتي يا كهو باهي انت الخوف من عائلتك فهمت معناتها الخوف من عائلتك الخوف خوف راه الخوف خوف فهمت ما فماش خوف من عائلتك ولا مش خوف نجم مثلا ما نعرفش انا شنو هو الخوف من عائلتك الى متى مثلا مش تبقاو تخافوا من عائلاتكم من المجتمع من الناس فهمت وحطها في بالك عملتوا ولا ما عملتوش الناس باش يخرجوا عليكم كلام راه صحيح ديما فما الكلام اش عملت جاي ما تنسيش المجتمع مهما نجم يحكي عليك اكا هو عائلتك تمارس عليك سلطه باهي في سن معين اوكي لكن بعد الانسان ينجم يتحرر وحاجه اخرى احنا نعرفوا توا انه بالوسائل اللي موجوده الان الانسان ينجم يعرف ألف حاجه ما غير ما توصل لعائلته صحيح اذا معناتها مش بالضروره توصل لعائلتك المهم تكون عندك وعي شنو تعمل اهم حاجه هو الوعي الوعي لازمك تعرف شنو تعمل وتكون وقت انا بيه اللي تعمل فيه اي وتكون مسؤوله مسؤوله على اللي تعمل بيه اللي تعمل فيه تكون مسؤوله عليه فهمت اما المجتمع والعائله ما يهمكش فيهم فهمت ما يهمكش فيهم على خاطر هذاك الشيء هما بيدهم راهم هذوك اللي انت خايفه عليهم فهمت انت باش تضيع عمرك كامله على خاطرهم وبعد هما ما همش باش يراو لك فيه فهمت اذا هنا نرجع لمساله معناتها العقليه مع الاسف التربيه اللي ربيوها للاطفال يخلي المراه كيما نقولوا بعيده على التجارب يعني الوليد عنده الحق يعمل 100 علاقة مع امرأة مع نساء بينما المرأة ما عندهاش الحق تعمل أي علاقة أي على خاطر ما يجي يعرس بها خاطر مرة أخرى واحد إلا كي تبدأ مش عاملة حتى شيء وما هيش عارفة من الدنيا حتى شيء يهزها وهي مش عارفة حتى شيء يقول أنا نعلم على يدي وهو تلقاها الدنيا الكل جربها بالباهي والخايب متاعها الكل يقول لك نحب ناخذ واحدة ما جربت شيء أقل واحدة مش ياخذها يعني اللي هي معناتها كما يقولوا هو شريفة وأبوها فاضل تعرضت للتحرش الجنسي في صغرها يعني وتنجم المرأة تعمل اللي تحب عليه هي وتبقى عذراء وتنجم تولد تكون ما عادش عذراء وتمشي تعمل عملية وترجع عذراء اي هي المشكله ماهيش في انك بصت ولا عملت الجنس المشكله في العذريه اعمل ميسالش برا انا نعرف صاحبتي امها تقولها اعمل اما اعرف انه ما تخليوش يمسك من غادي جمله انا هذه صاحبتي وامها بحذية قاعده تقول لي انا والبنتها سامحني انت عذراء نعم انت عذراء اي عذراء يعني مازلت ما عملتش الجنس اذا هوني هذه فكره باهيه مريم يعني مثلا تو بالنسبه لعائشه فهمت تنجم تعمل الجنس وتبقى عذراء علاش ما تجربش قلت لك جربت مش مع طفل مني اي لا خلينا مع طفل جرب مع طفل انا نشوف عندك عقده من الولاد سامحني عائشه نشوفك عندك عقده من الولاد صحيح ولا لا مش عندي عقدة من الولاد أما عندي صورة معينة نسين ما لقيتوش معنى وقتاش تلقى ما لازمك تجرب باش تلقى نحاول الفكرة اللي قالتها مريم جدا مهمة فهمت إنها المرأة
على حسب المجتمع اللي عايشة فيه تنجم تمارس الجنس وتبقى عبرة. علاش ليه؟ ما نحبش النفق. أنا النهار اللي باش نعمل حاجة نحب أنا كي نعملها ما نبديش حاشمة، ما نحبش نبدأ خايفة أنا باش توصل، نحب أنا كي تبدأ الحكاية كي توصل الحكاية نبدأ أنا مصعدة أني ندافع على روح. ما نحبش نكون متخبية، يعني نحبش نكون حاشمة بحاجة أنا عملتها. ما 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 معناتها ما تحبش تكون متخبي، يعني تحب ما تعمل كل شيء ولا ما تعملش؟ لا، نحب كي نعمل حاجه نكون انا وقتها عندي الامكانيه اني نحمي روحي من حاجه معناها في السر. اي يعني نحب كي انا نبدا نتحرك ما عندي حتى حاجه تصدي وقت انا نسمع كل شيء على راحتي. اي يعني استنى من غير ما نبدا مش في خوف. يعني تستنى 30 سنه ولا 25 سنه باش تنجم تعمل هذاك الشيء كله؟ قلت لك علاش 30 سنه باش نعمل ديجيت نتاعي وقتها القانون يحميك. يعني تعمل 18 سنة ولي القانون يحميك. هذه معناتها المهم المهم انت واعية شنو قاعدة تعمل، تعرف شنو تعمل. ايه يعني انت واعية باللي قاعدة تعمل فيه. ايه بتبع. هذا هو اهم حاجة. اذا معناتها احنا في الحقيقة تحلينا في المواضيع وحكينا في ياسر مواضيع. يعني المشكلة بتاعك متاع العذرية هي مسألة تعرف. انا حبيت نقول لكم حاجة، انا مانيش نقول لكم يعني امشوا اعملوا علاقات ولا أعملوا علاقات جنسية ولا أفقدوا العذارة متاعكم. المهم أهم نقطة أنا أركز عليها، فهمت؟ إنه الإنسان يعرف إيش يعمل، فهمت؟ مثلا الفكرة اللي قالتها مريم يعني نجم نمارس الجنس بدون فقدان العذرية هي فكرة، فهمت؟ ممتازة، فهمت؟ يعني على الأقل تتعلم المرأة باش تتعرق قدام راجل وباش تبوس راجل وباش تعنق راجل، معناتها وتعيش التجربة من قرب بشوية بشوية باش من بعد ما تلقاش عندها عقدة. فما بعض النساء يعني حتى وقتها راجل يعطيها بوسة بالانترنت تتغش. فهمت؟ صحيح ولا؟ يعني أنا نعرف واحد، فهمت؟ قال لي قلت لها أعطيني بوسة، قالت لي عيب شبيك طيح في القدر. في الانترنت، هذا في الانترنت غير في الانترنت، يعني ما وصلناش بالفعل. إذن هنا المسألة يعني جدا مهمة. معناتها حسب ما فهمت يعني على حسب معناتها التجارب متاعكم أنكم الزوز، معناتها باش نقول معناتها مصطلح ديني تبارك الله عليكم، فهمت؟ يعني تعرف وش تعمل. يعني عارفين شنو تعمل. أنا ما فهمتش معناش نعرف وش نعمل. تعرفوا ايش تعملوا؟ يعني يعني انتوما اللي قاعدين تعملوا فيه توا في حياتكم وعلاقاتكم مع الرجال وعلاقاتكم او علاقاتكم الجنسيه او في عمركم، انتوما واعين شنو باش تعملوا في المستقبل وشنو قاعدين تعملوا توا وشنو عملتوا في الماضي؟ اكيد اكيد. يعني ما كمش يعني الظروف والعوامل هي اللي ضاغط عليكم باش خلاتكم يعني تكونوا كيما انتوما. يعني انتوما النجم نقولوا كيما نقولوا بالفرنسية امرأة لها شخصية، يعني عندها الشخصية متاعها وتعرف شنو تعمل وتتصرف مش تحت تأثير معناتها راجل بشي يتمنيك عليها ولا راجل بشي يلعب لها بمخها. تعرف الراجل شنو يخمم وتعرف هي شنو تحب، وكان تلقات مع الشخص اللي تحبه واللي تحب تعمل معها الحاجة وهو يعني يكون عنده نفس العقلية متاع العقلية متاعها ما عندها حتى مانع. أكيد. به نرجع للرجال. أعطيني فكرة مريم، شنو هو الرجل المثالي بالنسبة لك؟ احنا كل إنسان سواء رجل ولا امرأة عنده نظرة للإنسان المثالي، فهمت؟ اللي يحب يعمل معها علاقة، فهمت؟ سواء علاقة وقتية أو علاقة دائمة، فهمت؟ أعطيني فكرة عن الرجل المثالي، شنو هو صفات الرجل المثالي بالنسبة لك؟ بون، أنا ما عنديش صورة في مخي كما عايشة، معناها عندي صورة في مخي باقي نشوف فيها اسكو في هذيك ولا في هذيك، ما عنديش جملة. جست معناها الحاجة اللي يلزم تكون فيه اللي أنه متخلص من عقدة الدين أو الحاجة. يعني بالنسبة أنت معناتها إنسان متدين ولا إنسان مسلم مستحيل تعمل معها علاقة؟ لا مستحيل. الشخص اللي عملت معها علاقة كان مسلم؟ لا. ممتاز. وانتي عايشة؟ انا بدي فاست دير ما نجمش يكون في علاقة مع انسان مسلم او مسيحي ولا اي فازة، مهم يكون لي ديني ونحب انسان معناها بنتنا توافق فكري، معناها كي نحكي له حكاية نجم يفهمني
ونكونش انا نصبت في بحر وفي بحر اخر. إيه سامحني حتى وقت ما نقص عليك هو واحد السوفي متخلص من عقدة الدين باش يولي يتفاهم انت وياه. نجم يكون انسان متخلص من عقدة الدين ما يخممش كيفك. ليه نحكي لك انه وقت ما يتخلص من عقدة الدين يولي مخه محلول لاي حاجة حتى ما هوش كيفك اما يفهمك. اخي ما عنيش كان عقد الدين لو حتى الحاجات اللي تربى عليهم عقد. حتى المليون اللي عشت فيه نجم معناه يسمع فيك عقد اخرى لازمك تخلص منها مش كان دين هو الحاجة اللي محكي. الكل يرجع للدين الكل يصب في الواد بتاع الدين. هل مريم وعايشة وقت يناقشوا وقت يحكيوا مع بعضهم كأصحاب ولا كأصدقاء يعني يختلفوا في وجهة نظرهم للطرف الآخر للرجل؟ أو أكيد الاختلاف يعني كان تعملونا هكا مناقشة صغيرة متاع 5 دقائق ولا 3 دقائق من بيناتكم حول كيفاش معناتها تشوفوا كل واحدة منكم كيفاش تشوف الرجل اللاديني في تونس. خاطر مثلا هوني أنا مثلا باتصال كثير باللادينيين يقول لي راهو الملحدات أو اللادينيات شرفة أكثر من المسلمات. فهمت؟ يعني قال لي يمكن نعمل علاقة مع واحدة متحجبة ولا منقبة أسهل من نعمل علاقة مع واحدة ملحدة ولا لادينية. يقولوا لي عرعور مصيبة فيه. أعطيوني وجهة نظر شو تردوا عليهم أنت الملحدين. أنا ياسر ملحدين واللادينيين في تونس يقولوا لي راه عايشين كبت ما تنجمش تصوروا بالك. فهمت؟ يعني كونش بعد ما أنت قال لي صدقنا قالوا لي يا كريم صدقنا إن نعملوا علاقات مع متحجبات لابسين حجاب أسهل لنا من اللي نعملوا علاقة مع واحدة متحرمة. شنو تردوا عليه هذا الشخص؟ ليه هو هي أي واحدة راهي هي حسب معناه من غير ما نقولوا هذيك عملت هذيك خاطرها متحجب ولا هذيك خاطرها ملحدة. هذيك حسب روحها بلكش الوحدة الملحدة هذيك هي ما تحبش ما عينيش بقي كيما عايشة بقي تلوج مازلت تلوج على الإنسان المناسب مازلت تحب تعمل إلا على الحب. ما تشوفش اللي الملحدات أو اللادينيات في تونس خلينا في تونس فهمت أكثر وعي يعني من المسلمة ولو حتى كانت متحجبة باش يتمنيك عليها أو يسخر منها رجل؟ سامحني ما فهمتش. يعني ما تشوفش اللي الملحدة أو اللادينية في تونس أو في العالم العربي الإسلامي عندها أكثر وعي وأكثر معرفة باش واحد يمكن يعني يعديها عليها ولا يسخر منها؟ أي أكيد أكيد عندها أكيد عندها وعي أكثر. شو رأيك عايشة؟ معناها ما تحبش توصل روحها المستوي متاع عبد باش جوست يتمنيك عليها ولا جوست باش يعمل حكاية معناها جوست للحكاية هذيك. خاطر هي تعرف لي أغلبية زاد الملحدين التوانسة ما مش متحرين معناها جو حتى كان باش يعمل بعد مع علاقة باش يغزر نظرة أخرى باش يحكي عليها ما تحبش معناها توصل روحها أنها تكون تجلب الأنظار. إيه هاو المتحجبات يعملوا شيخين فيها وأخوات وأختي وأختي ونقيم الليل وأنت أختي في الله وأحبك في الله و عندها حاجة تحميها خاطر هي لبسة حاجة تنجم تحميها. هالكلام متاع الناس هي متهنية إنه الكلام متاع الناس ممهوش باش يجيها خاطرها متحجبة. بينما اللادينية لا أكيد هي تعمل حتى شوية بركة العبيد ترد إنها عملت كل شيء ما خليت ما عملت حتى ما عملت حتى شيء ردها عملت حتى ما عملت حتى شيء أكيد مادام ما عندهاش دين متمن بحد شيء أكيد راهي عملت أكيد وأكيد راهي رقدت مع أخوها ولا مع أبوها وكل عقليات عاد وكل الكلام عاد. ديجا أنا من فازة بركة باش نحكيها دغني هما معناها البارح بركة وقتها طفل يسأل فيا قال لي خاطر سمعت لي أنت معناها ملحدة وكل شيء قلت له أي قال لي ملا نحب نسألك شنو ما عندها جوك في الأمور الجنسية رغم ذلك هو راهو طفل مسلم معناها.
معناها معقد في حكاية تزوم. أي؟ طول معناها يغزروا لك لي أنت معناها خرجت من الدين، معناها رك أنت تنجم تعمل كل شيء، وما تم يستخلوك معناها كي أنت تخلصت من الحدود متاحهم اللي أنت ما بنيتش حدود الروحك. يعني إيه؟ يفكروا فيك أنت نجم تعمل كل شيء. نجم تعمل كل شيء، هي هذه فكرة غلطة، وما عندهم رغم اللي هما يعملوا في كل شيء تحت حس مس، فهمت؟ فوالا هما يعملوا كل شيء تحت حس مس، وهيك متحجبة وهيك منقبة وهيك كذا، فهمت؟ وهي تعمل اللي ما يعملوش الشيطان بيدو، الشيطان بيدو يحش، فهمت؟ ايوه تيما عندهم فكرة اني ان النجم نعمل علاقة مع طفلة، مع طفلة معناها مش فيرج، وما ما نقربش لطفلة فيرج خاطر يعتبروها ديك معناها كيما احنا نقولوا معناتها ما ديما عملتها الحكايه ديك قبل، معناها عادي باش تعاودها 50000 مره مع اي انسان. سامحني، معناتها ما جاوبتنيش على السؤال بتاع الرجال اللي يقولوا معناتها النساء اكثر، الملحدات او اللادينيات اكثر صعوبيه من النساء المسلمات. تنجموش تعطيوني معناتها اجابه على هذا السؤال، علاش المراه اللادينيه او الملحده صعيبه كما نقولوا احنا بالتونسي في التبزنيس، صعيبه شيء عريق يعني ما تنجمش تعديها عليها، مستحيل تمشي تخرج معاك واحد تسكر معاك تقول لك انا ملحدة بعد تروح معاك تقول لك ابعدني، شكونك انت؟ صحيح واعي هي المشكله من هذيك بالذات، ما غير متعمم معناها لو عندنا مشكله مع هي عنده مشكله مع الانسان هذيك بالذات، فما يسر بنات عادي معناه يرقدوا ويسكروا ويمشي ويجي عادي نورمال يعني. اما انا فما بنات نتصورهم اللي يشوفوا اللي بتهنهم حاجه كبيره، هو حاجه كبيره صحيح انه ما يجيش اي واحد يمسوه، ما يجيش اي واحد لكن حتى انتم باش تمسوا بدن الراجل يا اخي، حتى بدن الراجل ما عندوش قيمه. ما ذيك انا واسب معنا ها؟ المرأة خير. علاش المرأة خير يا بنتي؟ يا خاطر ايش بيها؟ خاطر كتبت عليه شعراء وعملت عليه التماثيل والرسوم كلها على المرأة. لا 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 لا، حتى الرجال عندهم التماثيل وعليها الشعراء وعليه كل شيء نفس الشيء، بالعكس. على أي أما أجمل، أجمل أما جسد الأنثى أجمل. شكون قال لك أجمل؟ أنا راه هكا. يعني شكون قال لك اللي أجمل؟ يعني أنت خاطرك أنثى، فهمت؟ أنا نشوف بالعكس بدن الرجل أجمل، أنا نشوف مثلا. ليه أنا نشوف بدن المرأة أجمل. المهم يعني هذه وجهة نظرك طبعا. طبعا هم يقولوا اللي في الطبيعه الحيوانات الكل ديما تلقى الرجل اشب من الذكر اشب من انثى، انت شوف مثلا السردوك الدجاجه السردوك اشب، فهمت؟ الاسد تلقى اشب من اللبوه، العصفور الذكر تلقاه اشب ملون بينما الانثى تلقاها مش ملونه، الا في الانسان المراه اشب من الرجل. شكون اعطاه هذا المعطيات؟ ما نعرفش الحقيقة، ما نعرفش. المهم يعني فين وصلنا احنا توا؟ وصلنا تقريبا لاخر الفيديو، فهمت؟ لاخر الفيديو. كيفاش نحب نسالكم زوج سؤالات يعني تجاوبوا عليهم. العايشة شنو رايك في الزواج؟ انا مانيش كونتر زواج، كون شكون من تلقى الانسان المناسب معاه نجم تعيش معاه غير ما تعرس بيه وتكون علاقتكم كامله ما غير ما تعرس. وشو رايك مريم؟ انا ما نعرفش عليه، ضد الزواج اصلا، ضد الصغار اصلا، جيب بين الصغار ضدها جمله زيدة، جمله واحده ما نحبش نجيب. اي هو معناتها ان يكون قرارك انك ما تجيبش صغار وما تعرسش هو حقك، فهمت؟ ام ان تعتبر ذلك معناتها لازم يقوم به الجميع، طبعا مش حق. ليه انا قلت على روحي، على نفسك.
فعلا متفق معك. معناتها انت معناتها تشوف اللي معناتها جيبان الصغار والزواج حكايه فارغه. ليه ماهيش حكايه فارغه، اما انا ما عندي حتى اسباب يخليني نجيب صغير، وما عندي حتى اسباب يخليني نعرس. اوكي، بالنسبه لك انت تشوف اللي بالنسبه لك انت ان الزواج وانجاب الاطفال حكايه فارغه بالنسبه لك انت لشخصك. اي بينما عايشه لا، تشوف ان مثلا كان تلقى الرجل المناسب يمكن يعني تعرس به ويمكن تعمل اسره وتعمل عائله وتعمل اطفال. طبعا الانسان ينجم يبدل رايه في المستقبل، صحيح مريم ولا ممكن؟ يعني انت تتكلم على حسب الوقت الان، فهمت يعني على حسب. انا حسب ما نشوف روحي تو مانيش مؤهله اصلا للعرس وللاستقرار، واني باش نبدا مع واحد بركه في الصباح والليل والعشيه ونص نهار وكل يوم. جميل باهي. اوكي باهي، اعطيتوني رايكم زاده في مساله العذريه، يعني عندكم ما عندها حتى اهميه غير مساله وقت ومساله اختيار تختاروه انتوما، هذا وضحته لي زوز عائشه ومريم. شنو عائشه العيب اللي تشوفه في الرجال، الرجال اللادينيين، شنو العيب؟ اعطيني العيب اللي تلقاه في الرجال اللادينيين. عيب انهم في مساله الجنس تقام مازالوا يخاموا بنفس الطريقه نتاع نفس الطريقه اللي كانوا يخاموا بها قبل كي كانوا مسلمين. يعني تشوف انت اللادينيين عندهم نفس التفكير في مساله مثلا الحزاره، كما فما واحده معناتها نعرفها ملحده، يعني تعرفت على واحد ملحد قالت لي نهار كل يحزر عليا نهار كل، فهمت يعني كانه مسلم. ليه ذيك ما عندها حتى دخل في الاسلام؟ ديجا انا عندي ديجا قلت لك عندي صديق معناها عنده نفس الفازه، معناها كل ياسر مش علي انا معناها على صاحبته كل ياسر يغير وتقول متداير، معناها ملحد متداير بالضبط. ديجا كي جبته مع السوجي قال لي ما نعرفش معناها خاطر تربي دقيقه ما تنجمش تنحى الحكايه من مش بداية معناها. يعني ما زالت هناك مخلفات دينيه يعني. اكزاكتومون. وديك صعيب باش تتنحى. صعيب باش تتنحى. وانت مريم؟ انا معناها اللي في الرجال الوحدين معناها شنو الحاجه خايبه فيهم؟ اي انك ثم مرات تلقى رجال ما همش ملحدين تقام مسلمين اب عن جد، اما قاعدين يدخلوا في صوره ملحد للبنات باش يوصلوا للطفله يرقدوا معها ني بلوس ني مو هذيك البيبيتو نتاعو النفاق. يعني يعمل روحه ملحد وهو ماهوش ملحد. اكيد. وبالنسبه للملحدين بالحق، ملحد بالحق كما الحكايه اللي كانت تقول فيها عائشه، خاطر مهما ما كان هو وقتها باش يولي ملحد، باش يولي معناها اقل حاجه عمره 20، كي يولي 20 تخيل من عمره 0 ل 20 هو قاعد يتربى على حكايه. مهما ما يحاول يبدل من روحه، مهما ما يقعدش الليل في النهار يبدل، ما ينجمش يبدل، خاطر اهم عمر اللي يتكون فيه اللي هو من 0 ل 10 سنين، ديجا ذيك هو ذيك الاصل نتاعو باش يقعد عليه. باهي، نسالكم سؤال اخير من بعد نختموا اللقاء. هل تشوف ان الملحده او اللادينيه في تونس اكثر وعي من الملحد؟ انا اي ما نجمش نعمه، ما انا حسب ما نشوف اللي بالرسمي نسيه هي اكثر من بتحس حتى وقت ما تحل السوجي مع الطفله تحسها كلامها مقنع وهادف اكثر من الراجل. طبعا مريم احنا مانيش نعمه، احنا نكلموا على الاكثريه، ديما فما حالات خاصه، فهمت؟ وقت نحكي ونقولوا انا صراحه حكيت مع ملحدين اولاد وبنات، فهمت؟ صراحة شفت أنا علاش سألت هذا السؤال، لاحظت أن المرأة الملحدة أو اللادينية أكثر وعي وأكثر مسؤولية وأكثر معرفة بجسدها وباللي تحب عليه من الراجل. سامحني هذا طبيعي، خاطر واحدة ماهيش بالسهل باش أنها تدخل في المجتمع مسلم ديني على أنها ملحدة تدخل فيه وهي ديجا ما عندهاش ما هي عندهاش الثقافة الكافية ولا باش أنها باش
تواجه المجتمع. اما الطفل عادي يقول لك انا مرعب، ما همش باش يحلوا مع الطفل كيما مع الطفله. الطفل انت ملحده، ايجا فهمني عليه عليه. دونك يلزمها تكون اكثر من الطفل، تكون عندها الثقافه والحجج الكافيه باش انها تواجه وتدافع على الراي نتاعها. بالفعل بالفعل، هما رغم اللي اكثر شيء يعني، انا مره سالوني قالوا لي علاش فما ياسر رجال ملحدين ونساء قلال، نقول لهم على الاقل المراه كي تولي ملحده تولي ملحده على قاعده، بينما اكثر الرجال يوليوا ملحدين لاسباب ما عندها حتى قيمه، او من اجل سكره او من اجل علاقه او من اجل كما قالت مريم. عائشه انت شنو رايك في الموضوع هذا؟ طبعا احنا ما نش نعمه وانما نتكلموا بصفه عامه. الرجل ياخذ حريته من اللي هو صغير، يعني معناتها من اللي هو صغير يعرف بدنه وعنده الحق يعمل كل شيء. معناها جوست كي بشو اللي ملحد معناها باش ياخذ راحته اكثر، ني بلوس ني موا. اما المراه باش تتيح لها الفرصه باش انها تعرف على بدنها اكثر، تعرف على الدنيا اكثر، باش تولي تقرا اكثر وتحب تفهم اكثر، باش نجم تواجه المجتمع هذا. وذيك علي تلقاها هي تحب تثقف اكثر، وهو جوست يحب يعيش حياته. اوكي لوجيك منطقي. عايشه شنو النصيحه اللي تعطيها للرجال وللنساء قبل ما نختموا هذه الفيديو؟ نحب ننصحهم انهم يحاولوا يتخلصوا من الرواسب اللي تبقى لهم، مش حتى الرواسب الدينيه، يعني خاطر تنجم تتخلص من دين من غير ما تتخلص من الرواسب نتاع الميليو اللي تربيت فيه والعقليه نتاع داركم وعائلتك والعقد اللي تصير لك من اللي انت صغير. نجم تكون حتى ما عندهاش علاقه بالدين. ونصحهم انهم يخافوش، خاطر اكثر حاجه تنجم توخر بينا هي الخوف. اوكي شكرا. وانت مريم؟ انا نحب نقول بون، هما فيهم برشا يتفرجوا فيك ونعرف اللي فيهم حتى المسلمين. نحب نقول لهم حاجه بركه، نقول لهم امان، اذا انت واحد تتعامل معاه كانسان كيفك كيفه، تعامل مع مخه، شي يهمك فيه ملحد ماهوش ملحد، مسلم مسيحي، مهما ما كان. الطفل عذراء مش عذراء تتكيف تسكر، مش يهمك فيها. الإلسه فيه هي قاعده معناتها تحكي معك بنيفو باهي، اقعد في النيفو ذاك من غير ما تطيح، من غير ما تحط في مخك اللي هي بون هي كيف تسكر معناها ما نحكيش معها. اما بالنسبه للصغار خاصه اللي في عمري واللي ما زالوا شاكين زعما هكا وخايفين من عائلتهم وخايفين شنو، امان بالرسمي ما تخافوش، ما فما حتى سبب يخليك تخاف. اذا انت مقتنع بالحكايه هذيك اصدم، ما فماش خير من واحد يعيش توما خير انك تعيش حياتك بحكايه انت مقتنع بها مخك رايق ولبس عليك، ولا عايش انت مخك دخل بعضه وما زلت ماكش راكح. وحتى كان في رمضان تقول زعما نصومش مانيش مقتنع، ديما معناها مادام انت مقتنع بالحكايه هذيك دونك اعملها وتحمل مسؤوليتها. واكيد راه باش تصيرك برشا مشاكل وما فيها باس، ما تعملش تجيك المشاكل هكا. اوكي شكرا مريم، شكرا شكرا مريم على هذه معناتها النصيحه، وشكرا لعائشه. ونختم هذه الفيديو ونقول للاشخاص اللي يسمعوا فينا، اي واحد يحب يعمل مقابله يحكي على تجربته ينجم يتصل بيا على الفيسبوك، والا يكتب تعليق على اليوتيوب وانا اعطيه معناتها الرابط للاتصال بي. واهلا وسهلا بكم باش تنقلوا التجارب نتاعكم، وكل واحد يعبر ويفكر بصوت عالي وما تخافوش كيما قالت مريم وكيما قالت عائشه وكيما نقولوا ديما، ما تخافوش راهو لا يمكن ان يتغير المجتمع الا بكسر الخوف. وشكرا ومع فيديو قادم وبالسلامه.